كاينين شي اخطاء بسيطه في هذه الحياه اللي تيكلفونا حياتنا وما فيها. قصه الليله ما بعيداش على موضوع الحكايه الماضيه، الصحبه الطالحه، الصحبه اللي كتعطي فيها بالنيه ديالك وكيخرج لك منها الغدر وحتى الخداع. اللي غادي نعيشوه الليله في حكايه جيهان من نوع اخر، لكن غير هو النهايه جميله وفيها امل. ما تمشوا فين وبقاو باش انكم تستافدوا وتستمتعوا بالعبره تاع حكايتنا الليله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام ليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، حواركم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده باش تونسكم اينما كنتم. اللي كتسمع لي في هذه اللحظه وهي كدير شي خدمه الله يسهل عليكم ويسر لكم الامور، اللي كتسمع لي في هذه اللحظه وهي مستراحه او لا شاده شي طريق او لا كتشرب ليا شي كويس ديالتي على خاطرها، بالصحه والراحه الله يديكم على خير. فما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب، ما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ. أنا جيهان، عندي زوج ديال الخوت وأنا هي الكبيرة فيهم. راكم عارفين بلي أنه ديما الأخ الكبير كيتعرض للضغط أكثر من خوتو الآخرين. بالنسبة لطفولتي دازت عادية ماديا، ما كان خاصنا حتى شي خير ولله الحمد. الحمد لله الأب ديالي كان ميسور، قرانا ووصلنا، المهم دار اللي عليه. هو كان فيه واحد المشكل أنه كان ديما تعيرنا بالهضرة اللي هي خايبة، يا الفعله يا التاركه. المهم معنويا طفولتنا ما كانتش زوينه بزاف. من ناحيه الام ديالي كانت انسانه اللي هي عصبيه لواحد الدرجه اللي كبيره. مثلا اذا حطيت الكاس غير في شي بلاصه من غير ديك البلاصه اللي كانت قالت لنا فيها غادي نشدو من عندها سلخه ديال العصا ما بحالها سلخه. اللغه ديال الام ديالي كانت هي العصا. اما علاقتها ببابا كجميع الازواج المغربيه، مره مخاصمين مره مصالحين. فاش بابا كان تيخاصمها كان تيعنفها لفظيا ومعنويا وجسديا، ومع ذلك وسط هادشي قرينا وكبرنا. خصكم تعرفوا بلي انه فاش كتكبروا وسط والدين اللي تيعيروك وتينقصوا منك وتيقارنوك بناس واحد اخرين، واخا راك ممتازه واخا حنا ما عندناش نفس المستوى المادي اولا نفس العيشه اللي عايشين هذوك الناس اللي كتقارنا معاهم الام ديالي. بحال مثلا واحد صاحبه ماما كبر مني بعام، شدات الباك ديالها وصيفطوها والديها باش تقرا في الخارج، وانا بحكم بلي انه ما غاديش يخليوني نسافر فاضطريت انني ندير كليه عاديه. لكن هي كتبقى عليا، شوفي فلانه دارت الطب، شوفي فلانه دارت هذه وهذه وهذه. يعني كبرت والوالدين تيقارنونا او بالاحرى تيقارنوني، بما انه الحكايه ديالي الخاصه غادي ندوي فيها غير على راسي. كنكبر وشخصيتي غادي وكتضعف، خديت الباك ديالي بنقطه زوينه وضطريت باش انني كيف قلت لكم ندير الجامعه حتى غادي ناخذ الليسانس ديالي في 3 سنين، وعاود دفعت الماستر اللي غادي ناخذه في عامين. هاد المده المصاريف ديالها ما كنتش محتاجاهم لانه الاب ديالي هو اللي كان تيعطيني شنو خاصني. فهاد الفتره ديال القرايه ما كنتش كنتجرأ انني ندخل اصلا في شي علاقه لانه كنت خايفه من بابا، ديما كيخلعونا. وطبيعه الحال ماشي اي واحد خدا الماستر راه كيخصو يخدم مباشره، فضروري انك تجلسي شي شويه. غادي نجلس عام على قدو اللي كنت فيه تندوز كل مره كونكور في مدن اللي كانوا بعاد، ونقدر ما نعش غير باش نوجد، ولكن ما كنتش كنتقبل. عام اللي داز عندي خايب، اللي فيه الام ديالي كانت ديما كتقول لي شوفي هاد البنت الفلانيه اللي كانت كتقرا معاك فين وصلت، شوفي هادي شنو دارت وشوفي هادي فاش شنو خدمات، وانت جيتي جلستي هنايا قريتي وما طفرتيه. فاش كنبغي كنخرج نخدم في شركات بابا ما تيخلينيش وما تيبغيش، تيبقى يقول لي انا قريتك ودرت ليك وتمشي تخدمي في شركه ب 3000 درهم، واصلا راه ما تيخدموا فيها غير اللي ما مزيانينش غير اللي خارجين على الطريق. بقيت تنحاول باش انهم يخلوني نمشي، في الاخير غادي يقتنعوا. وقال لي بابا واش بغيتي تخدمي سيري، ولكن انا درهم ما غاديش نعطيها لك. فهاد الفتره اللي جلستها في الدار تعرفت على واحد البنت اللي كانت في لافاك عن طريق واحد الدري، وبقات العلاقه ديالنا بين انقطاع ورجوع. حتى لواحد النهار لقيتها مصيفطه ليا في الفيسبوك ميساج فيه باللي انه واحد المدرسه راه كتقلب على عمال اجي تخدمي، بما انها هي كانت ساكنه مع والديها في المدينه فين هي كاينه ديك الخدمه. فمشيت جلست معاها وكنت كنشقى حتى انا وكنصرف وكندير بزاف ديال الامور غير باش ما نخليش شي حد انه يقول راه تقلات علينا. حتى خدمت في ديك المدرسه وخرجت وكريت انا وياها وكنت كنعطي المصروف ديالي. هي قالت بلي انا بغات تستقل واخا كانت عايشه مع والديها، فمشيت خدمت في ديك المدرسه وهي خدامه في واحد الشركه. لكن مع المرور ديال شويه ديال الوقت بديت كنحس بها باللي انه السيده خذا وكتبدل وباغا غير تجبد معايا صداع.
كنت وقت ما تناقشت معها كتقول لي انا اللي سببك وانا اللي درت فيك خير وانا اللي خدمتك وجبتك وفعلت لك وتركت لك. وهنا فين قررت باش انني ما خصنيش نبقى ساكنه مع هذه الانسانه. غير انا تفرقت عليها كنبقى كل مره كتجي عندي عافاك سمحي ليا وكتبقى فيا وكنعاود كنرجع نسكن معها من جديد، مع العلم انه غير حنا كانت تناقشوا هي كتبقى انها تمنع عليا. اختكم تعرفوا بلي انا اللي كنت كنخلص الكرا وهي كانت كتعاون والديها وتنقول راه فلانه مسكينه وراه محتاجه وبلي انه والديها راه محتاجين باش انها هي تعاونهم. فبقيت كنصرف وكنخلص الكرا وهي كتخسر فلوسها وتنقول ماشي مشكل شويه غادي تنقص وتقول لي كون ما كنتش انا كون بقيتي في داركم كتعيشي الكآبة كتعيشي حياه خايبه وبسببي خرجتي من داك الشيء الى ما اخره. فبقينا بحال هكا حتى لواحد النهار قالت لي يلا نخرجوا شي شويه نبدل الجو. مشينا جلسنا جهه البحر وحنا لقاو واحد الولد اللي كان خدام تما هي عجبها وبقات تقول لي يلا نمشيو نهضروا معاه. اختي بغيتي تهضري معاه غير سيري انتيا. انا ما كنتش كنزعم لانه تنخاف من والديا اللي ركبوا فيا داك الرعب اذا زويتي مع شي ذكر راه نهايه العالم راه غادي نحصل وغادي توقع شي حاجه اللي ما هياش. فمشات حداه وبقات كتقول ليه واخاي وكتعوج عليه في الهضره حتى غادي يوقف عليها وبدات كتجمع معاه. انا دورت وجهي مره مره تنشوف جهتها اذا ضحكوا تنضحك واذا سكتوا تنسكت. ها هو خدا نمرتها وعطاتو حتى نمرتي. مشينا للدار وغادي يصيفط ليا انا ميساج وغادي يقول لي راك عجبتيني وراه ما غاديش نتفلى عليك وبنتي ليا قاريه وواعيه وطبعا غنبقى كندوي معاه عادي لانه ما دخلنيش واحد دخله ليا خايبه وناوي المعقول. بقينا بحال هكاك ومع المده وليت كنزعم انني نخرج معاه وكيجيب لي الهدايا وكيتهلا فيا. الصالير ديالي ما بقيتش لاقي انني شنو ندير به كنخلص به غير الكره وكنصرف عليها هي واللي بغيتها انا هو اللي كان تيلبيها ليا وكان هو اللي تيبادر انه يعطيني ويجيب لي بلا ما انني نحتاج ندوي. دازت واحد شهرين اللي هي عاديه حتى غادي نكتشف بلي انه جا عنده صحابه وقال لي بلي انه ضروري تمشي معايا نسافروا للنواحي بما انه عمره ما تجرأ عليا ومحترمني وتيقول لي بلي بغيتك الحلال. فقلت ماشي مشكل مشيت معاهم وهنا غادي نكتشف بلي انه السيد تيدير الغبره والشراب وجميع الموبقات هما بهم بثلاثه هو وصاحبه وصاحبه صاحبته اللي كيقول بلي انه خاطبها. ما علينا بقيت كنشوف فيهم عايشين في داك العالم ديالهم وانا جالسه راجعه اللور ما كقدرش انني نجرب. والديا ما كيهضروش معايا من نهار استقليت بذاتي وعندي بزاف ديال العقد من الصغر وصاحبتي ديما مخاصمه معاها وما عندي حتى شي حد في الدنيا. شويه غادي يخرج هو وصاحبه ما عرفش شنو غادي يمشيو يجيبو. بقيت انا وديك البنت اللي بقى كتشكي عليا وانا نقول لها راه مشاكل اختي اكثر من المشاكل ديالك وبديت نبكي. خصكم تعرفوا بلي انا شخصيتي ضعيفه واي حاجه تقدر تبكيني. فبنت تقول لي هاكي جربي هذا راه غادي تنساي وغادي تضحكي معانا وغادي تعيشي في العالم ديالنا وغادي نجرب ديك الخبره. ترخيت وكنحس براسي باللي انني مبنجه. غادي يدخل هو وغادي يسولني مالك فهم شنو كاين وبدات يقولها ما تعطيهاش وكيغوت عليا علاش جربتي هادشي يا جيهان وهادي راه ماشي ترخك وبدا كيعايرني وانا لساني ثقيل عليا تنقول لي غير هاد المره والله ما نعاود والله ما ندير. هي كانت عطاتني نجرب واحد الكميه اللي كانت كبيره فبقيت كنرغب فيه باش انه يزيدني شويه حتى غادي يديني النعاس. وديك الساعه كان نهار السبت مع الخمسة ديال الصباح والحد راه كنت صباحا ما خداماش. ديك الدار اللي كانوا كارين فيها كانوا فيها شي اربعه ديال البيوت واحد فيهم مشى مع الخليله ديالو والاخر بوحدو مشى جاب شي وحده من الزنقه وانا بقيت مع الخليل ديالي اللي كنا بزوج ماشي في الوعي ديالنا. وهنا غادي يوقع اللي وقع. جاتني عاديه في ديك اللحظه ما حسيتش بالذنب بحال ما وقع والو حيتاش ببساطه كنت مرفوعه. نعسنا حتى صباح الصباح وهنا غادي نستوعب وغادي يبدا كيدور داك السيناريو في راسي اللي طرا في ديك الليله. غادي نبدا تنبكي وتنقول ناري شنو درت والديا. جاني تأنيب الضمير خطير هو بدا تيقول لي جيهان ما تخافيش راه هذا غير غلط راه ما كناش في الوعي ديالنا بزوج وعارفاني بلي انني ما غاديش نبغي ناذيك وراني ما غاديش نخليك والله ما غادي نخليك وغادي نتزوج بك وهذه هي نيتي معاك من الاول. المهم فهاد اللحظه بحال بردني واحد شي شويه ديك المده وليت كنبغيه وهو كذلك وقلت صافي راه اصلا ما غاديش يخليني حيتاش متشبت بيا حتى انا فاش انا غادي نرجع للدار غادي ندير واحد الغلط
بحكم ديك البنت اللي انا ساكنه معاها في الدار وما كانش عزبه على حسب معرفتي، لانه قالتها ليا وكانت كتخرج مع هذا وهذا، فهي عندها عادي هذا الامر، ولكن لما تشوف فيها مباشره تقولي هذه بنت دارهم العين ما تقدرش تهزها. فاش كان يبغي يتزوج بها شي حد لما تعرف باللي انها ماشي عذراء كان يستغلها ويجرجرها ويخليها، عمرها ما لقات مع شي واحد اللي عاملها كيف ما عملني خليل ديالي، خصوصا انه في الاول كانت بغاتو ليها، لكن لما شاف هو جيتي شدات معايا الضن، حيتاش من بعد غادي نسيق الاخبار باللي انه كل ما دوات ليها ماما كانت كتقول ليها باللي انه راه بنتك ما باتش في الدار، راه بنتك كتخرج وكدير وكتفعل. حيت انا كنت كنصوني على والديا وما كانوش يجاوبوني، ولكن ماما كانت كتسول فيا بتخبيه عندها، فكانت هي كتزيد المشاكل وزادو هما حقدوا عليا اكثر واكثر. المهم من بعد الليله ديال شنو داز عليا مع الخليل ديالي، انا جيت عاودت ليها شنو وقع ليا كيف ما هو، هي بدات كتضحك وحيت انا بهله ما فهمش بلي انه السيده كتشفى فيا وبلي انا فرحات حيت انا وليت بحالها. شويه غادي تقول لي ايوا حتى انت راه عادي ماشي نهايه العالم، اذا ما تزوجش بك راه عطا الله اللي غادي يتزوج بك وصافي. الايام غادي وكدوز وكل مره كتقول لي تفرقي معاه، ما عندك ما ديري به، اجي نعرفك على هذا وهذا وهذا، وانا بطبيعه الحال ما يمكنش لي انني نتفرق عليه لانه ما شفت منه حتى شي حاجه ديال العيب، وما يمكنش اصلا نصلح عيب بعيب. داز شهر وهنا لقيت راسي بلي انا الدوره الشهريه ديالي تعطلات، انا غادي ندخل مرحله واحده اخرى من حياتي. مشيت قلتها ليها لا راه هانيه كيوقع داكشي حتى انا راه كتعطل عليا ما مره ما زوج. انا عمر ما كانت عندي صراحه شي تجربه، عمرني ما عرفتش كيفاش انني نحمي راسي من شي علاقه، واصلا ما كنتش في الوعي ديالي ديك الليله. قلت عرفتي شنو اجي نحيد الشك، ومشيت ندير تيست وهنا غادي نلقاه بلي انه ايجابي. ما تيقتش راسي حيتاش لقيت بلي انه هاد التيست راه ماشي ديما تيخرج ناجح، فمشيت درت تحليله ديال الدم ولقيت راسي بلي انني حامله. دارت بيا الدنيا وما عرفتش ما ندير، جمله وحده بدات كتردد ليا في راسي، يا نهار بابا كان كل ما كيعايرني و تيقول لي انت راه غادي تحملي شي نهار وغادي تولدي وغادي تنكريه وغادي تعذبينا وغادي تشوهينا. بقيت تنقول للنار يا سيدي يا ربي شنو درت، داكشي اللي كانوا تيقولوا لي والديا راه عندهم فيه الصح انا اللي ما مزياناش. مشيت صونيت عليه وقلت عليه ايوا صافي ماشي مشكل، راه الغلط كيوقع على جهان وحنا راه غادي نصلحوه، المهم اننا ما نقدروش نقتلوا هذا الجنين. فبحكم انه خدام هو مع الدوله فما يقدرش انه يتزوج بيا في اي وقت حتى دوز واحد المده بدون ما يعطيو الاذن بالزواج. فاش هو عرف شنو وقع ليا قال ليا ما تحيديش خليه، حنا غادي نشوفوا شي حل، واخا نعرف نخرج من هاد الخدمه وديك الساعه الارزق بيد مولانا، انا ما بغيتوش يخرج من ديك الخدمه بحكم انه الصالير كان عنده مزيان. فشنو دار هو باش يبين حسن النيه ديالو؟ مشى دوى مع والديه، وداكشي اللي وقع توعدنا عليه بلي انه غادي يبقى سر بيناتنا. ديك خيتي اللي ساكنه معايا فاش وقع ليا هذا المشكل غادي تشوهني وما خلات لمن قالتها الا الوالديه، ولكن دابا تفاجئوا في الاخير البنت اللي معايا بقات عليا راني كنعرف واحد الطبيب وكنعرف واحد العشوب، علما انني مخليت ما شربت وتا شي حاجه مبغا طيح داك الجنين. عاود مشيت شريت واحد الدواء من واحد الجروب ديال الاجهاض، هذا الشيء كله كان تيطرى ما بيني وما بينها وما كنتش كنعاود ليه حيت هو ضد هذا الاجهاض وما كانش باغيه. المهم على حسب داك الفنيد غير غادي نصبوا عليا فيه، وباعوا ليا دو ليبران اللي مشيت تعرضت ليه في الكار وصيفط لهم 1000 درهم لانه داك الدواء ديال الاجهاض ما كيتباعش الا بورقه ديال الطبيب، تنصب عليا فيه في المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. هو غادي ينوض يدفع واحد الكريدي باش انه غير يخرج ليه ينوض يدير مشروع هو وامه، باش اذا خرج من الخدمه وتزوج بيا غير يلقى علاش يرجع. وبما انه كيخلي عندي الشيكات ديالو اللي كانوا مسينيين وخاويين ولا كارت كيشي حتى هي ديالو، فكان تيقول لي اللي خاصك خديها واحد النهار غادي نوض ندفعك الشيك اللي فيه 10 ديال المليون باش نديه لماما كيف ما هو طلب مني. في ديك الوقت انا كنت مناقشه مع ديك صاحبتي فكانت كتلبس حوايجي عادي، هي فاش قلبت لي حوايجي لقات دوك الفلوس، وهنا بداو الشكوك في راسها. جات عندي باش انا تصالح معايا وسمحي لي جيهان وانا ما كنتش ناويه، وبدات كتهولني عليه اشنو غادي ديروا مازال وشنو كتفكروا ديروا. فاش انا قلت لها بلي انا بغي يكمل معايا ايوا منين بغي يكمل معاك راه ولد الناس، لكن مازال ما وصلتش الجواب ديالها، بغات تعرف منين جاو دوك الفلوس وعيات ما تضر. في الاخير هي تقول لي واش دفع شي كريدي؟ اييه وانا كيف الدمدومه جلست تنعاود ليها مني تي كلشي بالتفاصيل، علما انه طلب مني باش انه ما نبقاش ساكنه معاها. المهم المشروع ما غاديش يصدق ليه هو امه، واللي بقات ليه غادي تنوض يشري بها الطوموبيل.
الامور ديالو بدات كتحسن، وبما انه كان تيقول لي هزي اللي بغيتي من الفلوس، انا نط هزيت واحد المبلغ اللي هو مهم اللي كان اكثر من 2000 درهم ومشيت نشري به الدواء من مدينه واحده اخرى. كذبت عليه وقلت ليه بلي انني غادي نمشي ندوز واحد الكونكور في المدينه الفلانيه، وانا مشيت باش ناخذ داك الدواء باش ندير اجهاض. دازت الامور على خير وشديته ورجعت في حالي. هي مشات عودات الخليل ديالها عليا والحادثه ديالي. هو عيط ليا وسولني شو كتعرفي على صاحبتك؟ قلت ليه ما نقدرش نفضحها، واللي بغيتي تعرفوه سر عندها هي تقولو ليك. غيقول لي ايوا انت اللي ما قدرتش تفضحيها، ها شنو كتقول عليك؟ غرقت بيا الارض. غيقول لي اختي جيهان لله تفرقي منها وعطاتي سعره خبيثه. انا كندافع عليها، لكن فاش قال لي شنو ما بقيتش حملتها ولا حملت نزيد معاها تانية. كتجيني بحال الشيطان. انا ذاك كنت دخلت في شهري الثالث، الليله اللي عرفت فيها بلي انه ديك اللي معايا فضحاتني هي الليله بالضبط اللي غادي نشرب فيها داك الدواء اللي جبت. علما انني من قبل شربت شلا حوايج وفاند وحلف داك الجنين لا طاح، حتى لذاك النهار فاش شربت داكشي اللي جبت. وغادي يدوز عليا اكفس ليله شفت الموت والخليل ديالي كل مره تيصوني عليا، يلا نخرجوا يلا ندوزوا يلا نمشيو ندورو، وانا ما بغيتش. انا راني افلان مريضه، عيا ما يقنعني باش انا يديني عند طبيب، ولكن رفضت. جاني نزيف وما بغيتش نقول ليه والو، ما بغيتش انه يديني عند شي طبيب اللي يقول ليه راه جيهان شربت شي دواء، حيت اذا عرف بلي انني ناويه نجهض غادي تفرق معايا. تيقول لي انا ما نتحملش المسؤوليه نتاع اننا نضر نقتلو شي روح، انا ما قادرش. درت داك الدواء ومن بعدو شربت الحليب بالقرفه كيف ما قالوا لي باش انه يمشي مني داك النزيف. وقاسه كنتسنى انه غيهبط مني داك الشيء مكبد، ولكن والو. جاني غير نزيف والم لي كان صعيب، لكن داك البيبي حلف لانه ينزل. صباح صباح ومشيت عند الطبيبه اللي قالت لي راه ما خصكيش تحركي وهذا الشيء راه ما ثبتش لك في كرشك. واش شربتي شي حاجه؟ لا ما شربت والو، نكرت عليها. ايوا بنتي جيهان هادشي اللي تنشوف راه ماشي هو هذاك. انا هنا استسلمت وقلت هذا لله انا غادي نخليه. دازت 21 يوم بالضبط وانا ناعسه، حتى كنحس بواحد الوجع اللي كان فظيع مع الربعه ديال الصباح واللي ما كانش عادي. وجع اللي كان خطير، نفس الوجع اللي حسيت به فاش شربت الدواء. غادي نوض المرحلة عزكم الله، نوض صونيت ليه فيديو اللي فيه غير وجهي وانا تنبكي وكنتالم. غادي ندير يدي وغادي يطيح مني واحد الانسان. لحت التليفون وبديت كنغوت لربي اللي خلقني وتنقول ليه ناري راه بنادم. طحت في الارض وهزيته وبقيت كنقول ليه والله ما بغيت نقتلك ولدي واخا درت داك الشيء. بديت كنضرب في وجهي وكانت في شعري وكنقول ليه غير سمح ليا. واحد الاحساس اللي كان غريب جدا، جاتني صدمه. جات ديك البنت على غفله، لقاتني درتو في كرتونه فرشت ليه قطينه وشديته بديت كنعنق فيه وكنطلب منه السماحه. بحيلة تسطيت هي جات لقاتو تيصوني ليا، ناض جاوباتو وقالت ليها شنو وقع. جا هو تيجري دخل عندي ولقاني تنبكي بكى اللي ما كانش عادي وكل اللي مصدومه. هو تيقول لي صافي يا جيهان بغى الله ما عندنا ما نديرو، ولكن هو ما كانش عارف شنو درت انا قبل 20 يوم. ديتو دفنتو وهو غادي يطلب مني باش انا نخرج من الخدمه ونمشي لدارنا نرتاح وهو غادي يجي يلحق عليا. قال لي عندي شرط ما تديش معاك فلانه لداركم، ولكن انا درت اللي في راسي وديتها معايا بتخبيه كانه نسيت شنو دوزات عليا. هو ما قدرش يجي لانه ما عطاوش كونجي، فغادي يصيفط والديه وخوتو. هي انا تلبست واحد البيجامه ديال العيطات كحله وعكرت بعكر احمر، ومع انا مصدومه بغيت غير يدوز داكشي بسلام. لبست اللي كان. ماما جات عند صاحبتي وقالت لها بنتي ما يمكنش لك تجي تهبطي معاهم حتى النهار ديال الخطبه. هي تقرصات. جاو دارهم اللي كبروا بيا وما خلاو ما جابوا الا الخاتم، لانه كنت متفقه انا وياه بلي انا الخطوبه غادي نديروا فيها العقد والعرس مره واحده وكلشي بيد ما تخرج ليه الورقه ديال الزواج. من بعد فاش سال هذا الحدث رجعنا في حالنا. شنو ولات هي كدير؟ ولات كتمشي عندو الخدمه فين خدام وكتخليني في الدار مع كنت مريضه، حيت انا خرجت انا ذاك من خرجت من خدمتي، فبقيت جالسه غير في الدار. كتقول لي انا غادي نمشي نشوف فلان الخليل ديالي وكتمشي عنده وكتقول لي شتي ذاك الولد راه ماشي ولدك، راه غير كذبات عليك جيهان، راك انت ما كنتيش في الوعي ديالك. هي اصلا ما كانتش عزبه وكتعاود كتجي عندي وتواسيني كيف الملك كانه ما دارت والو. هو تيجي عندي كل اعصاب وتبقى تيقول لي انت كتقولي عمرك عرفتي شي حد وكتكذبي عليا ولا مشكاك، علما انه عمره ما شك فيا وكان تيثق فيا وكنت كنثق فيه. بدا كيسولني واش متاكده بلي انه هذاك ولدي، عمرات ليه راسو حتى لواحد النهار.
قال لي جيهان ها شنو قالت لي فلانة. طبعا انا واجهتها تندير معها الخير وهي كتصرف فيا الشر، واللي درت معها عمر شي حد ما داروا معها. هي فاش غادي نقرر باش انه يلقى لي شكرة ونتفرق عليها بصفة نهائية؟ لكن وانا بغيت نخرج شنو هي غادي دير؟ غادي تشدني من يدي وغادي تقول لي شفتي هاد الراجل والله لا ربحتي به، واذا كملتي معاه انا ماشي فلانة اللي ولدتني امرأة حارة، اذا تهنيتي وارتاحيتي معاه راني منسوة منصلح، غادي ندمرك في حياتك، واذا جاك الدمار عرفي بلي انا وجا من عندي، والله لا شفتي الراحة ولا الهنا. انا قلت ما غاديش ندي عليها مادام انه عرفتها على حقيقتها، فراه غير كتكذب وما في داتها شي حاجة. انا فاش خرجت ناضت من فعايلها صونات على والديا وقالت لهم راه بنتكم ماشي بنت عزبة، وها شنو وقع ليها وحملات وطيحات، وعاودت لهم كل شيء. واخا بطبيعة الحال انا غادي ننكر اللي جات من جهتي، انه ورغم انه والديا مخاصميني اللي خلاهم يتيقوا ما يتيقوش بداو تيقولوا هو اصلا باغي يتزوج بها، انا تلهيت مع حياتي جديده وخاصنا نتسناو اقل من عام باش انه تخرج لنا الورقه ديال الزواج. فبدينا كنقادو في الامور ديالنا وتنحمد الله انه رغم هادشي كله هاد الانسان طلع راجل وما تخلاش عليا، وقلت غادي نعاونو يحيد من ديك البليه، وفعلا عاونته بشويه بشويه حتى ولا بخير. بديت كندخل شويه مع والديا وكنعاونهم وكنزورهم، وهما ما تجرؤوش يقولوا ليا اجي نديوك عند الطبيب باش نتاكدوا من العذريه ديالك، حتى لواحد شويه حياتنا غادي تقلب راسا على عقب. غادي يوقعوا ليه مشاكل في الخدمه ديالو وغادي يشدوه، وانا رجعت لخدمتي اللي فيها تيوقعوا ليا مشاكل اللي ما تنعرفش اصلا من تيخرجوا ليا. السلا ما بقيتش كنصليها، والفلوس غير تيمشيو والمشاكل ما بغاوش يتقاداو، حتى غادي يوقعوا ليه مشاكل اللي هما كبار في الخدمه ديالو اللي ما يمكنش ندوي ليه عليهم، وغادي يتشد باش يحققوا معاه وحطوه في الحبس لمده عام. بقيت كنعاني معاه وكنتجرجر وكنتسلف ونتكلف، ونمشي نشوف محامي ونشوف الاخر. والديه غادي يقرروا باش انهم يبيعوا ليه الطوموبيله ديالو باش انهم يفكوه من ديك الازمه اللي هو وسط منها. هو ما خلانيش وسط الظروف ديالي، وحتى انا ما نقدرش نخليه. حكموا عليه بعامين وانا اليوم كنتسناه انه يساليها ما بقى ليه فيها والو باش انا نشوفوا حياتنا من اول وجديد. في الاول ما تقبلت شو بغيت انا ننسى، ومشيت نقلب على الغبره حتى انا باش نمشي نجربها. فجربتها واحد ليله بديت كنرجع، وضميري قال لي جيهان هادي ماشي بلاصتك، وخطيبك عمره مرضى عليك على هاد الطريق، وهو عفى عليه الله، تنتي خصكي تجمعي راسك. فعلا نضت كنقلب على خدمه، وخدمت في القهاوي وغسلت الماعن، خدمت في مدارس، وبقيت من حاجه لحاجه غير باش نتلف الوقت ونعمرها وما نخليش فرصه ليا فين انا ندخل شي بليا. رجعت لصلاتي ولقيت خدمه مزيانه وبقرايتي وبصالير مزيان، ما خيبنيش ربي ورغم اخطائي. انا اليوم ما عرفش كيفاش غادي تكون حاله خطيبي من بعد السجن، لكن ما غاديش نتخلى عليه، والارزاق بيد مولانا وعطى الله فين يخدم، ومستعده انني نعاود معاه من الزيرو، حيت حتى هو ما تخلاش عليا وتقفية وقف معايا. ورغم داكشي كامل اللي وقع تلقى فيا وجه الله وما نكرنيش وساندني، وفاش اكتئبت بقى كيتجرجر معايا من طبيب لطبيب، ما خلى ما دار معايا. واخا والديا ما عرفوش كيفاش ساقوا الخبر بلي انا ودخل الحبس، وانا كنت نقول لهم بلي انا راه غير تفرقت معاه. فبداو عليا الانسان فاش كيدخل الحبس حياته كتضيع وانت ما عندك اصلا ما ديري به. قلت لهم هو اللي بغيت وهو اللي غادي ندي. بابا ما قال والو، لكن ماما حلفات لانه يكون ليا. انا بقيت كل مره كنعاود ليها شنو تيدير معايا وكنعاود عليه غير بالمزيان. مع الوقت قالت ليا دبري راسك، المهم نسهل عليك مولانا وخدمتي وتحملتي مسؤوليتك، حنا ماشي سخنه فيك. دابا اليوم انا كنتسناه بيد ما ربي يخفف عليه ويخرج، لانه انسان قلبه طيب، وسط الحبس كيصوني عليا خير انا، حيت عنده نمره واحده خصو يهضر معاها وتيقول لي نخرج ونعوضك، طلعتي معايا بنت الناس. كنت نشك بلي انك معايا غير على قبل فلوسي، ولكن صدقتي صادقه. ورغم تيجوني بزاف ديال العروض ديال الزواج اليوم من بعد ما ترسمت خصوصا في خدمتي، ولكن انا عندي راي واحد اخر، ماشي حيتاش هو اول مره طاح غادي نوض انا نعطيه بالظهر وغادي نزيد ونخليه. انا الحمد لله عايشه مزيان، والله يجعل هذا الامتحان مناش دزنا مغفره للذنوب ليا وليه، وكنطلب من الله باش انه يسمح ليا، ورغم انني درت المستحيل باش انني نحيد داك الانسان من كرشي وما كتبش، لكن نهار قررت انني نحتفظ به كان لمولانا قرار واحد اخر. هادشي اللي عشتو ما كنتمناه حتى شي وحده. كنبغي ننصح البنات، انا الحمد لله ربي لاقاني مع هاد الانسان تقى فيا وجه الله،
ولكن البنات الاخرين راه يقدروا يتلاقاو بشي واحد اللي يقدر ينكرهم ويلوحهم ويخليهم يعانيو. ويا ما سمعت حكايه في هذه القناه شبه ديالي، غير النهايه ديالها مأساوية وبزاف. داكشي باش بغيت من خلال الحكاية ديالي نصيحتي للبنات، حيت انا اليوم هاربة من الوالدية ومن الضغط ديالهم، غير باش انا ما بقاش نعيش في نفس المحيط ديال العنف اللفظي والمعنوي. بغيت نقول لكم من هادشي كامل وهاد القصة كاملة، انا كنعترف انني غلطت ومازال كنغلط ومازال غنغلط. ماشي انا زعما داز عليا هادشي كامل صافي، راه ما كنبقاش نغلط، ومازال غادي نتعرض لابتلاءات اخرين، مازال غنتعرض لامتحانات اخرين وصعوبات اخرين ومشاكل اخرين. ولكن الجميل في الامر انني الحمد لله ربي وهبني واحد الضمير اللي هو حي وكيأنبني ديما 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 ليل ونهار على داك الولد اللي خسرت بيدي، كأنبني على شرفي اللي ضيعت بزاف د الحوايج. لو انه رجع بيا الزمن اللور ما كنتش غنغلط نفس الاغلاط، والله ما كنت غنغلط نفس الاغلاط، قسما بالله ما نغلط نفس الاغلاط. لكن كيف ما كان الحال هادشي مكتاب، ما نبقاش نمرض في راسي بزاف حيت هادشي داز، ونحاول الانسان يبدا حياه جديده. مادام ربي عطاك فرصه جديده بدا حياه جديده. وانا ما عرفتش ربي واش غيكون سمح لي ولا ما سمح لي، ما عرفتش داك الولد اصلا واش سمح لي ولا ما سمحليش. كنطلب منكم كاملين اللي سمع هاد القصه ديالي يدعي لي مع ولدي، ويا ربي يا ربي يا ربي يسمح لي يسمح لي. هو عارف ان تقول له دابا انا ولدي ماشي، انا ما سخيتش بك، انا لو كانت الظروف بخير دوك الظروف اللي كنت فيهم قسما بالله ما سمحتش، وانا في الاخر ما سمحتش فيه ما سمحتش فيه. وقع واخا على سباب، ولكن في الاخر تبت بيه وبكيت وتألمت وتأدبت دازت عليا باش تقدر باش نتعايش مع الامر. تخيل تخيل باش وقع لي داك المشكل، كنمشي للمدرسة كنمشي للمدرسة وكنشوف الدراري الصغار وكنعنقهم كنعنقهم وكنقول خويا عييت وكنبقى لي ولدي يا ريت. ما خممتش في شي حاجة، كنكون غادا في الزنقة ولحد الان كنكون غادا في الزنقة وكتبان لي شي كتبان لي شي مرازة شي ولد ولا شي ولد غادي كيلعب في الزنقة، وكنكون شي ولد مسكين كون بقى كون دابا فشحال في عمرو كون لعب كرة عادي كون بقى كرة منسني كون بقى بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج كيطيحو عليا في راسي. وديما كان حط راسي لوسي هذا كنتشكر وكيألمني ضميري وكيعذبني ديما 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 منسيتش ومغنساش ما نسيتوش. كان ابني ضميري وكنتعذب ديما بسبب اول فرحه ديالي فرطت فيها، اول فرحه عطاها لي الله فرطت فيها. ما بغيتش واحد يطيح في نفس الموقف، شي واحد يدوز من هادشي اللي دوزت منه، ومن هادشي كامل ربي كبير. اللي بغى شي حاجه يمشي يطلب الله ويقصد الله من العبد غير كيأديك قسما بالله. ما يبغي لكش واحد الخير من غير والديك من غير خوتك ومن غير راسك من غير الله سبحانه وتعالى. كنطلب من الله يخليني في صباغتي ويخليني بحال هكا، وما نبغيش ما نبغي الخير يستر لحتى شي واحد، ما نبغي نعادي حتى شي واحد، ما نبغي نكون سبب الدمار ديال حياه حتى شي واحد. الحمد لله انا بعد هذه ميزه فيا، ما عمرني تمنيت لشي واحد الشهر. كنطلب من الله يخليني بحال هكا ويخلي ضميري حي وما عمرني نتبدل الاسوء. والحمد لله دابا انا كنطلب الله ليل ونهار حيت عوضني وهاد ولد الناس. كنطلب من الله يخرجوا في القريب العاجل، وكنطلب الله يهون عليه هاد الايام، وكنطلب الله يعوضو حتى هو حيت هو قلبو بيض. وهذا الشيء مكتوب علينا، حنا غير كنبقاو نديرو في الاسباب لا حكا السحر لا حكا العين لا اي العين حقو والسحر حقو، ولكن داك الشيء كيبقى مكتوب. لو ان ما مكتوبش لك انك تصاب بالسحر ما عمرك، لو انك ما مكتوبش لك انك تصاب بالعين ما عمرك غتصاب. داك الشيء كيبقى مكاتب وداك الشيء وارزاق بيد الله. وهذا ما كان، وكنطلبكم كاملين عافاكم اللي سمع القصه ديالي يدعي معايا ويدعي مع ولدي ويدعي مع داك الولد ويدعي معانا بان ربي يرزقنا الحلال ويسهل علينا يا ربي. هذه كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية جهان. يا سادة يا كرام، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتم من العبرة ديالها. كنتمنى انكم تخليوا تعليق لتحت الجهان لانها بغاتكم تدعوا معها انه ربي يغفر ليها وانه ربي يفكها على الخطيب ديالها ان شاء الله ويتجمعوا في الحلال وفي العاجل القريب. هذه كانت حكايتنا الليلة، راكم استفدتوا بلا ما غادي نعطي اختصار شنو هو الدرس اللي استفدناه. فالدرس معروف على الصداقة، كيفاش نختاروا الاصدقاء ديالنا وبعناية. كانت حلقتنا الليلة هي هذه، دمتم في رعاية الله وحفظه، ربما عاوتاني نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام، غير ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب ما تكلفكم حتى شي مجهود.